نحن الآن متواجدون على محيط بلدة ألفو، حيث نشاهد الباصات أمامنا التي تقوم بخروج المصابين من بلدة ألفو والجرحى ليتم نقلهم إلى تركيا، بالتزامن مع خروج أهالي الجرحى في مدينة الزبداني إلى لبنان. الآن كما نشاهد الآن هنا بعض من مجاهدو جيش الفتح أو من الوفد الذي يقوم بالتفاوض، يقوم الآن بتيسير أمور أو بتفتيش الجرحى لتأمينهم إلى تركيا. نعم أعزائي مشاهدي قناة الجسر، الآن كما نشاهد الآن هنا فرق من الدفاع الهلال الأحمر الذي يساعد جيش الفتح بإخلاء الجرحى ومرافقتهم إلى الحدود السورية التركية لدخولهم أو لتأمين دخولهم إلى تركيا أو من ثم إلى مطار تركيا ومن ثم إلى مطار بيروت، بالتزامن مع نقل الجرحى والمصابين من مدينة الزبداني إلى المعابر الحدودي اللبناني، من أيضا إلى مطار بيروت الدولي ليتم نقلهم إلى المشافي التركية. أيضا هنا كما نشاهد استعداد مجاهدو جيش الفتح لمرافقة الباصات والسيارات التي تقوم بإخلاء الجرحى أو تقوم بنقل الجرحى إلى الحدود السورية التركية. هذه الباصات تحوي على عدد من الجرحى من الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني، سوف يقومون الآن بتوصيل الجرحى إلى تركيا من ثم إلى لبنان. بالمقابل يقوم الآن خروج بعض من الجرحى أيضا من مدينة الزبداني باتجاه لبنان وثم إلى تركيا. لا نعلم العدد، لا نستطيع الآن إلا ننتظر أو بعض من المعنيين في الأمر لأتحدث معه قليلا، ولكن لا يوجد أي نعم هؤلاء كما نشاهد الآن. كما نشاهد الآن هذه الباصات محملة من الجرحى القادمين من بلدة الفوعة، الثوار يقومون بتجهيز مرافقة الباصات إلى تركيا. نشاهد ضمن الباصات عدد من النساء الخارجات من بلدة الفوعة. أيضا كما نشاهد أكثر من 15 باص للنقل تنقل أهالي بلدة الفوعة من إلى على تركيا. كما نشاهد الآن عملية نقل الجرحى والعوائل، نشاهد أكثر عوائل من بلدة الفوعة. كما شاهدنا أعزائي مشاهدي قناة الجسر خروج العديد من الباصات من كفريا والفوعة بوجهتهم إلى تركيا ليتم نقلهم إلى لبنان. كان معكم من محيط بلدة الفوعة حافظ طرمان، قناة الجسر الفضائية.